فضيلة الشيخ، أرى في هذه الأيام عند النساء لبس غطاء مرتفع عن الرأس يلبسنه وهو مثل الحبل، فهل في هذا حرام؟ علما بأن بعض الناس لا يحبون ذلك لأنه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فهل في هذا الغطاء شيء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أخشى أن يكون هذا الذي يوضع على الرأس داخلا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجب من مسيرة كذا وكذا. ثم إن وضعها هذا على رأسها وخروجها إلى الأسواق يعد من التبرج الزينة، لأنها تعتبر هذا زينة، وهو تبرج لترفعها بهذه الزينة عن بنات جنسها. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكون ألوبة للهوى والشيطان. وما يرد إلينا من موضات من نساء قد يكن أخذنا هذه الموضات غير النساء المسلمات. نعم.